السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركزوا يا اخوان، انا بعلمكم في سالفة صغيرة ما هي طويلة. في رجال كان بعيد عن الدولة اللي هو يعيش فيها، في دولة من الدول غير دولة اللي هو يعيش فيها، وعنده شغل، ويوم غلق شغله جاء معود يبغى دياره. المهم حجز الطائرة وركب الطائرة، يوم انه طلع في الطائرة جاء، طبعا تعرفون كراسي الطائرة كل واحد له مقعده، جاء في المقعد اللي جنبه حرمة كبيرة في السن، أجوز كبيرة في السن، ما معها حد الحالة. المهم وربط الأحزمة، أقلعت الطائرة، قاموا يوزعون الوجبات حقت الطائرة. الوجبات كلكم بتعرفونها. المهم الوجبات فيها عيش وما عيش، وعيشة الطائرة اللي دائما يجيب. من ضمن الوجبة هذه في كل مع كل وجبة في كيس، الكيس داخل حلاوة، حطينها في الكيس مع الوجبة مقدمينها. المهم توزعت الوجبات، وقامت الحرمة المسكينة هذه أظنها جعانة، وقامت وفكت الكيس حق الحلاوة واخذت العيش وقامت تغمس في الحلاوة وتاكل. الحين يوم عرفت أنها حلاوة، وهي تطالع في الرجال هذا اللي جنبهم من حرجة، مرة من حرجة يعني، خلاص انحرجت الحرمة، مرة انحرجت، وهو متابع الموقف. يوم عرف أنها انحرجت وهو يجنب عنها، كأنه مرة ما سوى حاجة، انشغل في جريدة ما دي في حاجة انشغل فيها، عندما خلى قليل وقام وفك كيس الحلاوة واخذ العيش وغمسه في الحلاوة واكله نفس طريقة الحرمة. الهم يوم شافت الحرمة ضحكت، يوم ضحكت الحرمة تظاهر انه منحرج، قال لها ليه ما قلتي لي ان هذه حلاوة، انا احسب انها جبنة وقاعد اغمس فيها بفطر. قالت والله انا زيك، كنت احسب انها جبنة مثلك. الرجل هذا يا اخوان يعرف ان اللي في الكيس حلاوة، ويعرف انها ما هي جبنة، ويعرف انها الرحله ذي مدتها ساعه ساعتين ثلاث ساعات، وبينزلون في المطار وهو راح الحال ويراح الحال، والعجوز ما تعرفه وهو ما يعرفها ولا يعرفون بعضهم، ولكن حب ان يجبر بخاطر العجوز الكبيره اللي جنبهم شافها انحرجت. العبره والفائده من القصه يا اخوان ان اماطه الاذى عن مشاعر وقلوب الناس لا يقل درجه عن اماطه الاذى عن طريقهم. يقول سفيان الثوري: ما رايت عباده اجمل وأعظم وألطف من جبر الخواطر. لذلك يا أخوان راعوا المشاعر وانتقوا الكلمات وتلطفوا بأفعالكم، لا تؤلموا أحد، وقولوا للناس حسنا، وعيشوا أنقياء أصفياء، لأننا سنرحل ولكن سيبقى الأثر، سنرحل ويبقى الأثر. الله يوفقنا.